وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد المؤتمر الزميل أشرف مبارك. أشرف، بعد التحية، التفاصيل المتواجدة لديك حول فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر وما توفر لديك من معلومات حتى الآن. عمرو، التحية لك. يمكن خلال دقائق معدودة سوف يعقد البيان الختامي هنا في مقر انعقاد هذا المؤتمر العالمي التاسع لدور وهيئات الإفتاء. يمكن بعد قليل سوف يلقي ممثل الأقليات المسلمة وهو مفتي البوسنة والهرسك كلمته في هذا البيان الختامي، ثم بعد ذلك سوف يلقي الدكتور محمود الهباش، أيضا هو قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، كلمة أيضا الوفود المشاركة في هذا المؤتمر. يمكن بصل عدد الوفود إلى أكثر من 100 دولة يمكن يشاركون في فعاليات هذا المؤتمر العالمي في نسخته التاسعة. ثم بعد ذلك سوف يكون هناك توقيع للبروتوكول ما بين يعني الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء العالمية وأيضا الأمم المتحدة ل يعني تحالف الحضارات. هذا البروتوكول سوف يوقع أيضا في القاعة. بعد ذلك سوف يكون هناك يعني البيان الختامي الذي يتم إلقاؤه أيضا من قبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وهذا البيان سوف يستمر على مدار يمكن 10 دقائق. أما البيان بشكل كامل الختامي أو الجلسة الختامية سوف تستمر على مدار الساعة. يمكن على مدار هذا اليوم الثاني أيضا تم انعقاد العديد من الجلسات العلمية والورش. تم التأكيد في هذه الورش بشكل عام على ضرورة التعاون ما بين هيئات الإفتاء في مختلف دول العالم من أجل التصدي لكافة الأفكار المتطرفة والمغلوطة. هذا بالإضافة أيضا إلى يعني ضرورة إبداء الرأي والتعاون ما بين هيئات الإفتاء في يعني إصدار بعض الفتاوى الخاصة بضرورة التعامل مع قضية الحرب على قطاع غزة. هذا بالإضافة أيضا إلى ضرورة استخدام الفتوى الرشيدة في حل الصراعات وتحقيق السلام العالمي. هذا بالإضافة إلى العنوان الأبرز والأهم وهو الفتوى الرشيدة في القيم والأخلاق. يمكن على مدار اليومين كان هناك عديد من الجلسات شارك بها عدد من المفتين السابقين وعدد من رجال الدين في العالم، وكان هناك رؤى وإطروحات كثيرة. وكان لي لقاء منذ قليل مع الدكتور إبراهيم نجم يعني وهو الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء، وتم انتخابه مرة ثانية لدورة جديدة أمينا عاما وهو مصري وقد يعني تم انتخابه لفترة جديدة. أشار لي بأن الفترة القادمة سوف يكون هناك تكاتف من كافة الجهات الدينية للتعامل مع الحرب على قطاع غزة. شكرا جزيلا للزميل أشرف مبارك، وبالطبع سنتابع الجلسة وفعاليات الجلسة الختامية بعد قليل على شاشة النيل للأخبار الخاصة بدور الإفتاء بمشاركة الوفود من أكثر من 104 دول. شكرا جزيلا.